طيب هرجع بقى مع حضراتكم كده لكام شهر فاتوا، وانتشر على كل السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي قصة لطفلة اسمها رقية محمد أو رقية محمد المصابة بمرض ضمور العضلات. رقية كانت محتاجة الحقنة تمنها ملايين الجنيهات، وطبعا احنا في الحالات اللي زي دي الحقيقة ما بنتوصاش طول الوقت، بنلاقي انه كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتنتفض، كلهم بيفتحوا حساب تبرعات للحالات اللي زي دي، وده اللي حصل بالظبط مع حالة رقية. حصلت بالفعل رقية على الحقنة، ودلوقتي بدأت تتعافى بشكل كبير وهتبدأ سنة جديدة من حياتها. بشكر كل الإعلاميين. أول ما شفنا ال 40 مليون يا جماعة شفنا بنتنا بتمشي. بداية عام جديد وأمل جديد كان نقطة تحول لأسرة الطفلة رقية، والتي كانت منذ ما يقرب من 6 أشهر حديث الشارع المصري ومواقع السوشيال ميديا، بعد أن تسببت في ملحمة حب شارك فيها جموع المصريين لإنقاذها وتجميع 40 مليون جنيه تكلفة حقنة مرض ضمور العضلات التي تعاني منه منذ ولادتها. بنهاية شهر مايو الماضي انتشرت قصة الطفلة السكندرية رقية، واللي كانت حالتها المرضية تسابق الزمن، حيث لم يتبقى سوى 45 يوم على إتمام عامها الثاني وفرصتها في العلاج بحقنة باهظة الثمن، حيث تعاني الطفلة رقية من ضمور عضلات شوكي، المرض الجيني النادر الذي جعلها لا تستطيع الحركة طبيعياً مثل باقي الأطفال، وتعاني من ضعف في يديها وساقيها ويؤثر على العضلات تدريجياً ليصل إلى عضلات القلب والتنفس. هيا الحقوني، هي كده بتقول لكم الحقوني، هي بتنام كده مش بتقدر تقول. تم فتح حساب تبرعات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لعلاج رقية، حيث لم ينقطع الأمل من والديها ومحبيها. بعد مرور ما يقرب من شهر تجمع المصريون على فرحة كبيرة، وهي الانتهاء من جمع ثمن الحقنة الخاصة بعلاج الطفلة رقية، والتي كانت بمثابة ملحمة إنسانية لإنقاذ طفلة صغيرة وإدخال الفرحة على كل بيت مصري، لتحصل على الحقنة في 27 يوليو الماضي وتخضع للعزل حفاظاً على سلامتها، لتستقبل رقية عاماً جديداً وهي تتماثل للشفاء وتبرهن قصتها على تلاحم الشعب المصري.